عندك أي سؤال يخص العربيات ابعت لنا على صفحة برنامج الجراج على فيسبوك، ودلوقتي هنجاوب على بعض الأسئلة اللي جت على صفحتنا الأسبوع اللي فات. محمد البدري وعبد الرحمن السيد بيسألوا، هي الأسعار هتزيد ولا هتقل؟ احنا جاوبنا على السؤال ده في الحلقات اللي فاتت، بس لو عايز إجابة مفصلة ركز مع أول خبر قلناه في حلقة النهاردة. ولو عايزنا نختصر لك الموضوع ببساطة كده، الأسعار في الوقت الحالي مش هتقل لأنها مرتبطة بحاجتين، سعر الدولار وتعويم الجنيه. محمد عاوزنا نرشح له عربية تنفع للشغل وإمكانياتها تبقى عالية، هو محتار ما بين سانيونغ تيفيلي ورينو داستر وأوبل ميريفا. محمد مساعدتك في السؤال ده هتبقى صعبة لأن أنت مختار ثلاث عربيات مختلفين عن بعض تماما، وبالتالي إحنا لو عايزين نساعدك هنا في الاختيار هيكون بناء على ميولك أنت لشكل العربية وطبعا لقدرتك المادية على الدفع. محمد عايز يعرف رأينا في العربية البي واي دي L3. محمد احنا عرضنا العربية البي واي دي في حلقة قبل كده، تقدر تشوف الحلقة كاملة لو دخلت على قناة الجراج على يوتيوب، بس بشكل عام اقدر اقولك ان العربية البي واي دي عربية مناسبة جدا بالنسبة لسعرها وامكانياتها، وكمان قطع غيارها منتشرة في كل مكان، وتقدر كمان تستخدم قطع غيار العربية التويوتا كرولا لان هي متشابهة الى جزء كبير جدا من نفس قطع الغيار، بس في الحالة دي هتبقى غالية شوية. أحمد توني عايز يعرف معلومات كاملة عن البي ام دبليو اي 36 أو الفئة الثالثة موديل 92 لحد 99. أحمد احنا بنوعدك هنقدم فقرة خاصة الحلقات اللي جاية عن تاريخ موديلات العربيات المشهورة. شادي بيسأل على زيت شيل أفضل ولا زيت موبل؟ ما ينفعش نقارنهم ببعض لأن كل شركة بتقدم مجموعة مختلفة من الزيوت، يعني في زيوت لعربيات النقل، في زيوت لعربيات العادية، في زيوت اللي بيتم تصنيعها في المعامل، وفي زيوت العضوية. وعشان نسهل عليك الموضوع ونساعدك بنوعدك الحلقات اللي جاية هيكون في فقرة هنقدم لك فيها إزاي تختار زيت المناسب لعربيتك بناء على إمكانياتك واحتياجاتك. ابعتوا لنا اي استفسار عندكم عن اي عربيه على صفحه برنامج الجراج على فيسبوك، ولو فاتكم اي حاجه من حلقه النهارده طبعا تقدروا تتابعوها على قناه الجراج على يوتيوب. مستنياكم الحلقه اللي جايه في نفس الميعاد. مع السلامه.